حيصد سياسات او كعسنانه اي اولي كتاقن جيس كافريكا تضوب بلوت كديبه مركي شيس كيس افقرت كاي وضقلان اتوبيا يجمهورية دا اسكيد وقود واقضى مدح بناني دا سومالي لان او او قلات ان قيبه كمي دا حيبه دا ايكا كريسو دالك ادريس كيين اتوبيا سوماليا كوما فرح سنين شيس كبادة كاس او فافاهنتي سوالي مقدو كجرو وغهرين وحاي آمين سنتهي نيشيس كاس ويهي ميت شرع الدراء فالقر الدراء يضو واركتا إن سومالي لان أو شيغتا إني كاقوضي سومالي يكون يساقال بقول كوب يساقاشنكي أي ولدتهي قيب كميدا سوماليا وحاي كلو سوماليا يكاعروتي وراركا شيغيا إن بدلك دكدا إتوبيا أي نقندون تو دالكي وغوري يي أي سومالي لان أقن صدا دال مدح بنان كنب مدح بنان سوماليا ميدوغا أفريكا يمريكنكا لبادوبا وحا أي تاغيرين ميدني مدادو لدي سوماليا وحا إينا كبوريين لمان دي نعيادة إني قبوجيان حيصدا تركيغا ايا هادا فرقلين دبلماسيا ديت وفيديي إساغو إسكوكيني وفود كاكلا سعوتاي توبيا يا سوماليا ووضا هادا الكويلان ايا عاصمات دا أنكرا وزيرا دا أرمها دبادا توبيا يا سوماليا ايا كودي لولي يو سوحا دري عاصمات دا تركيغا لكن ما اي سنيلان ووضا هادا الفولك فولا وزارة أرمها دبادة تركيغا أيا هادا كتل مامتي وضا هادا لدن كوهو فن نيات سامي إيا أراكتي فوغليه لبادرنا أيا ناكوشي يي إن ديبلاي سوغسو لابتو بيشا سبتمبر لبادي دا رئيس الوزراء إتوبيا أبي أحمد أيا مركلا كوعيلي يي إن دلكي سوؤوهي لو بات أي تهي أرين مهيمة إساقو حصي إنيشيس كيس أفقرت كاها إي هرانتي سنت كاني لقلين مامولك إسكيت وقرد واقضي مدح بناني دا سومالي لان آنو معيني سؤهين إني سؤالك قليان مدني مدى سوماليا أبي أيانا إنت أسرعيي إن حدي دولد سوماليا إي تبشقب تو أي إهيد إن إياق إي كلا هذا شو هالك دلالك كلا إي كدعوين لهيده waxa uu sheegay in arintan looga marmi lahaa kharashaad badan oo dawladda kaga baxa xukuumadda Ankara ayaa xiriir dhow la leh Muqdisho labada dawladood ayaana kala saxeyday heshiis 10 sano ah oo dhanka difaaca ah kaas oo Turkigu ku caawinaya ilaalinta xeebaha Soomaaliya iyo dib u dhiska ciidamada badda geeska Afrika sida uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Itoobiya ayaana codsatay in Turkiga uu fududeeyo wada hadallada waxa la soo jeedinayaa in Addis Ababa ay daneeyso in xiisada la qaboojiyo iyadoo Soomaaliya ay olole diblomaasiyadeed oo ballaaran ay ku doonaysay in taageero weesho dalalka reer galbeedka iyo sidoo kale dalalka qaliijka si kastaba ha ahaatee majran wax calaamada ah oo wali muujinaya in Itoobiya ay doonayso in ay ka baxdo heshiiskan ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si rasmi ah looma shaacin sida uu u dhacay heshiiska ay wada saacideen madaxda Itoobiya iyo Soomaaliland taasoo dhibaato ka jirta maadaama ay ku kala duwan yihiin waxyaabihii labada dhinac ay ku heshiyeen is afgaradku waa warmurtiyeed aan loo meeldayin heshiiska sharciga ah balse waxaa muuqata in Soomaaliland ay diyaar u tahay in Itoobiya ay u ogolaato inay badda ku soo xirato gaadiidka ganacsi ee dekedda inkastoo aanay cadeynin dekeddaasi waxay tahay taa beddelkeedana Soomaaliland waxa ay saami ay ku yeelan lahayd diyaaradda Ethiopian Airlines shirkadda duulimaadyada qaranka ee Itoobiya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maalintaas saxay heshiiskaas oo ku sheegay qayb ka mid ah in Itoobiya mar un ay aqoonsan doonto Soomaaliland oo ka madax banaan Soomaaliya. Soomaaliya, Soomaaliland waxay u tahay qayb ka mid ah dhulkeeda soo jeedin kasta oo ah inay heshiis ay la gasho waddan kale ama in yar oo ka mid ah la kireyn karo iyadoo aanay ogolaansho laga helin Muqdisho waa saameyn weyn. Maalin kadib markii la saxay is afgaradkii Soomaaliya
وحايشيس كاس كتل مانتي فالقر دراء وعقبت كنا عقبت نبدا يحسلوني دا وحايكلو ويرتاي سفير كيدي اديس ابابا سفير كيتو بيا وفديا صوماليا ايا مركي دمبكرو في مقالة عاصمة مقدشو اسلامركي مركي وشيس كاس نمادي مدعوينا صوماليا يا سيدو كلا هذا الكيس كسي كرنيي اساقو يري وان دفاع عندنا دالكنا وان دفاع عندنا وحكاستو لغا ممارمانا وحينو تاغيرو ويدسان دونا عيد كاستو غعانا كسين دونتا وعاو سيدو كلا دلنجرادو وغو باقي إني او ديار جروبات دفاع دالكا وحونا اتو بيه يكو تلمامي عدو غو كسو دولي دالكا صوماليا اتو بيه يه صوماليا ايا وحا كده حيا حفال تنسو جرين سنده كون سغال بقول تطبية تطباتن كي ايو كون سغال بقول سدد يه تطباتن كي اتو بيه يه صوماليا وحا دحمري دقال لغو هوبتو كدونيين إن أيكما مولان لول كهد لو يقانو أي قبل كصومالي دا إتوبيا سيدو كالي وحا مغالا دا مقدشة كدعي ديباد بحي اللوغو سوهر جيدو شيس كاس إيادو طبانان كون أي سوغو صبحين سند كي هوري رجل زاراها إتوبيا بي أحمد أيا كتل مامي هلتان كان بدا أرن جريتانا إتوبيا وحي لومسي دكاديه أي لهيد ماركي إريتريا أي غوصطي هورانتي ساقاشاماتكي إن كبادن بقل مليون أوقف وانا دالك أغدد كبادن أدونك أوان بدلهين هادالك أبي أياكر أقاضي عبسيدا لغا قابو إن إتوبيا إسكو دايدو إن حوكو غارتو هدف كيدا waxa ayna heshiiska Soomaaliland ee la gashay ku tilmaamtay mid taariikhi ah waxa ayna ku nuxnuxsatay in ujeedadiisu ay tahay mid nabadeed balse muhiimadu ay tahay in Itoobiya ay gaarto yoolkeeda gudoomiyaha gudiga midowga Afrika Moussa Faki Mohamed ayaa ahaa mid ka mid ah dadkii ugu horeeyay ee ku baaqay in la is ixtiraamo si loo dejiyo xiisadda kacsanaanta مصر او قلاف حوغان او كالادع ايو اتوبية او كسابسان بيحرين كا وين اي لغادس ايو وبيغا نيل اي وقويغا دالك اتوبية ايا سيدو كالبالان قادي ان صماليا او غرب استاقي دونو مدحوينا صماليا حسن شيخ محمود ايا او دولي اريتريا بليه جنايو يبشي مارسو تاسو كاقيبا دادالاد او كدون ايو ان اي كدر درقليو تاقيري دا قبالكا Eritrea ayaana sidoo kale lagu soo waramayaa inay ka walaacsan tahay damaca Itoobiya ee ah inay galaan gal u yeelato xeebaha dalka Soomaaliya dalalka kale ee jaarka ay yihiin Kenya oo xiriir dhow la leh labada dal ee Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa iyaduna arintan si hoose ugu hadashay iyadoo aan wali si rasmi ah ugu hadlin halka Uganda ayna iyaduna mowqifkeeda ee cad ay ka qaadatay Saudiga iyo Shiinaha oo ah labada dal oo door muhiim ah ku leh gobolka ayaa sheegay inay taageerayaan midnimada dowladda Soomaaliya taasoo lagu amaanay guul diblomaasiyadeed oo ay Muqdisho ay ka heshay dalalka caalamka